السلام عليكم الخوتة ديال المغربي اللي دايره جدل كبير هنا في اسبانيا كلشي كيتكلم عليها اللي جات بالقفطان المغربي وسولوها وقالت لي ماذا القفطان المغربي اصيل الان جميع الاسبان كيقلبوا على هذا القفطان هذا يعني باش يشريوه لجنه التحكيم كامله بقات منبهره حالين فمهم في اشهر برنامج هنايا في اسبانيا ومثل التراث المغربي. السلام عليكم مشاهدي الكرام، خوت هذه الايام في اسبانيا لكلام يدور الا على القفطان المغربي وعلى خريطه المملكه المغربيه، كل شيء بقى منبهر امام الشابه المغربيه اللي دخلت واحد البرنامج مشهور هنا في اسبانيا بالقفطان المغربي، فكل لجان التحكيم والاسبان بقوا حالين فمهم لجماليات القفطان، غادي نشارك معكم التفاصيل بالضبط لان كل شيء الان كيبارطاجي هنا في اسبانيا التراث المغربي والقفطان المغربي وهناك بعض الاسبان اللي كيقلبوا عليه باش يشريوه. كذلك الخوت الخبر الثاني وجميع الصحف الاسبانيه تتكلم على كيفاش المغرب يعني اعتمدت جميع فرقه خريطه المملكه المغربيه مع الصحراء المغربيه والاسبان هما اللي حقيقه يستحقوا نقولوا عليهم خوه نشوفوا الصحف ديالهم اش قالوا على هذا الامر هذا وكيفاش كيحترموا تراثنا وكيفاش انهم كيساندونا وكيفاش انهم كيحترموا وحدتنا الترابيه. فالخوت باش ندخلوا في التفاصيل ما تبخلوش علينا باللايكات والبارطاج بغينا اكبر عدد ديال اللايكات هاد الفيديوهات هادو خصنا نفتخروا بهم وهادو هما اللي كنقولوا عليهم خوه هما خوتنا يعني الاسبان الجيران ديالنا الحقيقيين. فندوزوا الخوت على بركه الله نبداو بالخبر الاول كما قلت لكم بان لا كلام يعني يروج هنا في اسبانيا في مواقع التواصل الاجتماعي الا على القفطان المغربي والجماليه ديال القفطان المغربي. خليكم عاد الروبورتاج ونرجع نوضح لكم التفاصيل. السلام عليكم الخوت، هذا هو البرنامج الخوت ديال المواهب هنا في اسبانيا اللي كلشي كيتكلم على هذه المغربيه بالطريقه باش دخلت تبارك الله بهذا القفطان المغربي اللي خلات كلشي حل فمو. هاد السيد سولها قال لها شنو هذا، قالت لها قفطان كما كتشوفوا في الترجمه وهي مغربيه، قالت لها هذا قفطان مغربي، قال لها كنعطيك 10 على 10. نحيت الخوت الصوت لان باش ما يضربوناش بحقوق الطبع والنشر. هاد الفيديو الخوت كلشي مبارطاجي هنا في اسبانيا، كلشي كيسول على هذا القفطان المغربي، شو لجنه التحكيم قالوا واو بقاو حالين فمهم كاملين، شو كاملين واو الجمهور كامل بقى حال فمو كيقلب كيفاش هذا القفطان، كيفاش هذه الجماليه ديال هذا القفطان ديال المغرب. وان السيده كما كتشوف قراوا الخوت الترجمه، خليكم مع الترجمه. شوية من اصول مغربيه وكتعيش هنايا في اشبيليا في سيبيا. شو تبارك الله قالوا لي هاد شيء واعر، قال لها رائع عظيم القفطان ديالك اللباس ديالك واعر بزاف. قال لها شنو كديري شنو كديري في حياتك، قالت لهم انا سيدة اعمال عندها متاجر ديالها هنا في اسبانيا كتبيع الهواتف. وكاملين لجنة التحكيم قالوا لها هو سعداتك يعني امرأة اعمال تبارك الله عليك. نعم الخوت كما شفتوا في هذا الروبورتاج يعني كما كنقولوا دائما الجاليه المغربيه دائما مثله المملكه المغربيه وهزه بالرايه المغربيه احسن يعني مثلها احسن تمثيل حقيقه. شابه مغربيه مقيمه هنا باسبانيا وبالضبط مقيمه في المدينه اللي كنسكن فيها انا اشبيليا في سيبيا وهي امرأة اعمال، امرأة اعمال تبارك الله نافذة عندها الشركات ديالها عندها المحلات ديالها التجارية كتبيع الهواتف وعندها تبارك الله موهبة ديال الغناء، فقررت انها تمشي لأشهر برنامج في العالم وخاصة كذلك هنا في اسبانيا اللي كيتفرجوا ليه جميع الاسبان، فبغات تمشي تمثل بلادها أحسن تمثيل مادام أنها هي يعني غادي يعني لها البرنامج ديال كشف المواهب، فقالت خصني نعطي صورة على بلادي وفعلا دارت هذا الأمر هذا وخلات الإسبان كاملين كيتكلموا، فمشات لابسة قفطان مغربي يعني كيمثل التراث ديال المملكة المغربية. ملي دخلت على الباب كما شفتوا المقدم اللي كيستقبل المواهب بقى حال فمو قال لها هو على الباس عمرني شفت بحال هذا الشيء، قال لها شنو هو؟ قالت لي هذا القفطان ديال المملكة المغربية هذا قفطان اصيل. هذا شو الاسبان كيفاش كيحترمونا كيفاش كيقول لك نعم هذا قفطانكم هذا تراث زوين، ماشي عكس الجيران الكبرانات الجنرالات قال لك القفطان المغربي ولا ديالهم وما عمرهم عرفوا القفطان. ملي الجزائريين كانوا كيجيو للمغرب وكيشروا القفطان وكيديوه قال لك ولا ديالهم، كيشفروا لنا جميع التراث ديالنا وشوفوا اسبانيا والجاليه كيفاش كتمثلنا وكتبين للعالم التراث ديالنا. فدخلات كذلك عند لجنه التحكيم، لجنه التحكيم كاملين اول حاجه ما داروا حتى هما رده الفعل هي بقاو كيقولوا واو واو شادشي شاد القفطان شادشي تراثنا المغربي تراثنا المغربي. الجمهور كامل بقى يعني كيشوف شاد القفطان شاد اللباس الجميل هذا القفطان ديال المملكه المغربيه. فالخوت هذا الفيديو هذا ما اكتفاش عند البرنامج بل جميع الاسبان قطعوا هذا المقطع ديالو وبداو يعني كيبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي وهناك بعض الاسبان اللي علقوا وكيقلبوا على
هاد الانواع ديال اللباس المغربي باش يشريوه هنا في اسبانيا ويلبسوه، بقاو معجبين. شوف هاد السيده هادي كانها سفيره القفطان المغربي، دابا القفطان المغربي ولا الاسبان كيموتوا عليه وباغيين كاملين يشريوه، كلشي الان الاسبان كيسولوا عليه والله العظيم. حتى بعض الاصدقاء انا تواصلوا معايا في انستغرام، اخويا مصطفى واش فهمتي يعني اسبان، واش كتعرف كتعرف يعني منين نقدروا نشريوه وكذا الى اخره. والله العلي العظيم ما بغيتش نبين لهذا ديالهم. فحقيقه هادو هما اللي كيمثلونا، هادو هما اللي كيبينوا التراث ديال المملكه المغربيه. وشوف كانها يعني دارت اشهار كبير للتراث ديالنا اللي هو القفطان المغربي، والاسبان كيفاش تفاعلوا مع هذا الامر. هادو هما اللي كنقولوا خوت، هادو هما اللي كنقولوا عليهم خاوه خاوه، ما نقولوهاش للجنرالات. جنرالات ماشي خاوه خاوه حقيقه، الشعب الحر الجزائري خاوه خاوه، لكن الجنرالات اللي باغيين يشفرونا تراثنا، اللي باغيين يحاربونا في كل شيء، هادوك ما كنعرفوهم ما كيعرفونا الاسبان. نخو ندوزو الخبر الثاني، الاسبان الجرائد الاسبانيه منبهره كيفاش بينا الوقفة الوطنية اللي وقفوها جميع الفرق الرياضية، ماشي غير في كرة القدم، في جميع الفرق الرياضية يعني، واعتمدوا الخريطة ديال المملكة المغربية من طنجة للكويرة في الأقمصة ديالهم. بالمناسبة الخوت اللي بغى شي قميص راه كنصيفطوه للجميع، اللي بغى يتواصل معي على هاد النمرة هادي، كاين الأقمصة ديال المنتخب المغربي بالخريطة ديال المملكة المغربية من طنجة للكويرة، كنصيفطوه في أوروبا كاملة، اللي بغى يتواصل معنا. ندوزو الخوت الخبر هو هذا، شوف هذه جريدة الراسون، يعني شوف اش قالت. قال لك فريق الرجبي يضع خريطة المغرب مع الصحراء الكبرى على أربطته المطاطية. شو الرجبي؟ شفنا بأن نهضة بركانية بدأت هذا الأمر، جميع الفرق الرياضية الآن غادي تعتمد خريطة المملكة، في أولمبياد اللي هتدار في باريس يعني حتى هي جميع الفرق غادي يعتمدوا خريطة المملكة. شو هاد الجنرالات فقهونا ولا بينوا لنا بأننا نزينوا الفرق الرياضية ديالنا بخريطة المملكة المغربية. نشوفوا هاد الجريدة الإسبانية، شوف على الاحترام، شوف على هذا. وبما أن مبادرة كرة القدم مع وقف التنفيذ تم فاز مكاتب الرباط، قال لك المغرب فاز على يعني على الرياضة مع الجزائر، فاز عليهم في هذا الأمر هذا. اعتمد المنتخب المغربي للرجبي رسميا قمصانا جديد منقوش عليه خريطة البلاد بما فيها الصحراء. ما شوف الصحراء يعني تابعة للمغرب، بقاش يقول الكلمة الأخرى. وذلك في إطار الحق الذي تمنحه له القوانين الرياضية للعب، وعلى إثر هذا الإجراء الذي لاقى استحسانا من طرف الجماهير. شو الصحف الإسبانية قال لك القانون ديال الفيفا راه كيخلي المغرب عنده الحق يدير خريطة بلاده من طنجة للكويرة الصحراء ديالو. اسمع هذا الصحف الإسبانية، الجنرالات والكبرانات، قال لك عندهم الحق. قال لك هذا الامر هذا لقى استحسانا في الجماهير، الشعب كامل عجبو الحال انه يدير الخريطه ديال بلادو ويفتخر بها ويديرها على الصدر ديالو. دول اخرى ما كتفتخرش بالخريطه ديال بلدان وما داك شغلهم، حنا المغاربه كنفتخروا بها. نعم الفريق بقمصان عفوا، سيشارك الفريق بقمصان رسميه جديده في الاحداث الرياضيه الدوليه والعربيه التي تظهر الخريطه الكامله للمغرب. ما قالش خريطة المبتورة، الخريطة الكاملة من طنجة للكويرة الكاملة للمغرب. هادو ما خاوة خاوة الإسبان، واش نستحقو نقولو عليهم خاوة خاوة؟ كيحتارمونا كيحتارمونا ويحترمو حدودنا الترابية رسميا. خليو الجانب، خليو الفئات الأخرى، ما نتكلموش على الفئات الأخرى، نتكلمو على الجزء المملوء من الكاس، ما نتكلموش على الفراغ. متفقين الإخوان؟ فالحكومة الحمد لله الإسبانية وكل شيء يدعي من المغرب على وحدته الترابية. نعم الخريطة الكاملة للمغرب يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قبل بمغربية الصحراء حسب الخريطة المعتمدة والموجودة بمتحفها. هذه ضربة ضربة ديال بصح، سمعت واش قالت؟ صاحب الإسباني قال لك الفيفا اعتمدت الخريطة ديال المملكة المغربية من طنجة للكويرة، وفي المتحف ديالها في سويسرا معتمدة خريطة المملكة المغربية، المملكة المغربية هي من طنجة للكويرة. قال لك صافي يعني ما بقى الانفصاليين ولا الكبرانات ما عندهم ما يديروا. حسب الخريطه المعتمده والموجوده بمتحفها المتحف ديال الفيفا، وخلال زياره لهذا الجيب التقى الحكم السابق المنتخب، اكد ان الدوري السويسري اللي هو يعني ديال الفيفا موثق بالفيديو خريطه المغرب مع صحرائه، مع صحرائه المعتمده من قبل الفيفا. سمعتوا الصحف الاسبانيه؟ سمعتوا خاوه خاوه ديال بصح؟ قال لك سيدي صحراء ايه معتمدة من طرف الفيفا. اذا صافي بلا 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 ديال الجنرالات، صافي سكت. وانتشر الفيديو سريعا على موقع التواصل الاجتماعي خاصة
بعد يعني الضجه اللي نازت مع النظام الجزائري بسبب اعتماد خريطه المغرب كامله على قميص بركان. بركان صافي هذوك اصبحوا يعني اصبحوا نموذج ديال الوطنيه في كره القدم حقيقه بينوا للعالم. شو الصحف الاسبانيه كيفاش قال لك؟ قال لك الفيفا معتمد خريطه المملكه المغربيه مع صحرائه. قال لك علاش هاد الكبرانات نايضين دي 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 دي. بالعكس كل شيء معتمد. اسبانيا صافي دعمت الوحده الترابيه، ميريكان الدول العظمى الدول اللي تابعين فلوس الكبرانات هذوك بوحدهم، ولكن المغرب صافي الملف ديال الصحراء طواه سدو، ودابا جميع الفرق الرياضيه ديالو في العالم غادي تهز على الصدر ديالها خارطه المملكه المغربيه. حتى اللي ما كيعرفش خارطه ديال المملكه المغربيه كان كيسمع غير الاسماء ديال الدول وما كيبقاش عاقل على الخرائط. الان الخريطه ديال المملكه المغربيه غادي تنقش في الذهن ديال شعوب العالم كامله بفضل الرياضيين الشرفاء الوطنيين ديالنا. هذا يغيظ الاعداء ويغيظ يعني اعداء الوحده الترابيه يغيظهم نعم، ولكن هذا هو الواقع اللي كيضرهم بزاف، هو ان خريطه المملكه المغربيه ستصبح منقوشه في اذهان العالم، والكبرانات بقاو مفروشين امام العالم. العقليه العسكريه لا يفقهون في الرياضه شيء، وسيتم تجميد عضويتهم يعني في الكاف ولا في الفيفا لمده سنتين، ما غاديش يبقاو يعني كيشاركوا حتى شي في حتى شي عمل رياضي، لان هادو حكموا من العسكر مساكن يمشيو يفكوها مع الكبرانات عادي يجيو يشاركوا في المحافل الدوليه الرياضيه. فالخوت هادو ما كنقول عليهم خاوه خاوه، هما هادو اللي كيحترمونا هما خوتنا الاسبان حقيقه. فنكتفوا الخوت وهذا الامر، هذه الكلمه هذه راه كتغيظ الكبرانات. الخوت نكتفوا بهذا القدر، حبكم في الله، كان معكم خوكم مصطفى البارودي، الى اللقاء. عدد كبير ديال اللايكات والبارطاج يا خوت، البارطاج باش نغيظهم بعد نغيظهم غيظا كبيرا. الى اللقاء.